مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كما تبعتوا معنا في الفيديو السابق اللي تكلمنا فيه بنبدا على الأستاذ المخضرم عتيق بن شيقر، الآن معنا رئيس الجمعية اللي دار خطوة إيجابية. بطبيعة الحال المجتمع المدني هو شريك مع المؤسسات، هذه في الدستور. الجمعية تدافع بشتى الطرق المشروعة والقانونية لتبيان الحقيقة. مجموعة من النقط غادي نشوفوها مع السيد الرئيس، تبعوا معايا. يوسف بكري، رئيس جمعية وسطاء ومستثمرين في المغرب. جينا اليوم لهذه الندوة الصحفية فعلا، وتعرفنا سابقا على المشكل ديال السي عتيق بن شيقر، اللي بالنسبة لنا احنا كجمعية باعتبارنا احنا اصلا وسطاء ديال التأمين وكنشتغلوا في القطاع وعندنا علاقات مباشرة مع الزبناء وكنعرفوا المشاكل اللي كتوقع في القطاع، فاحنا محتاجينش حالة او حالة اخرى باش نعرفوا فعلا كون الإشكالية. فقط تواصلنا مع السي عتيق باش نعرفوا يعني المشكل اللي وقع عليه، هو كضحية من ضحايا ديال كمؤمن له مع شركة التأمين. للأسف واقع هو مرير يومي عندنا، ماشي غريب، يعني واقع يومي، اللي المشكل ديالو الأساسي هو غياب دور الرقابة ديال القطاع اللي هي هيئة مراقبة التأمين والاحتياط الاجتماعي، اللي ما يتلعبش الدور ديالها في إطار حماية المؤمن لهم. فالمشكل ديال السي عتيق بن شيقر رغم الكروندور ديالو وكل شيء كان ممكن أنه يتحل في إطار أن الهيئة كون دخلت وواكبات هذا المشكل هذا وحلت المشكل الاميا بوديا بلا ما يلجا كاع للقضاء، يعني بلا ما يحتاج للقضاء. فالمشاكل اللي كنعانيوها حنا في المغرب اليوم، جميع المؤمن لهم كيجئوا مباشره للقضاء، وهنا كيتراكموا ملفات وكاينوا مشاكل ومساطير ووقت ومجهود كيشرح هو في الندوه، يعني كاين مجهود كبير، وخا كاع تعوض كيكون غالبا بعد فوات الاوان. في اطار هذا الموضوع، واش ما كتشوفش بان الاستاذ عتيق ضحيه مجموعه من القوانين القديمه ما تمتش المراجعه ديالها؟ هذا الشق الاول. والشق الثاني، دوركم كمجتمع مدني، حددتوا مواقع الخلل ومواقع القوه لانصاف استاذ عتيق بن شيقر اذا كان ممكن. بالنسبه للاشكاليه كي قلتي باش يكون انصاف، فالقوانين على الاقل يكون غير كتطبق، كون غير كتطبق كما جاء في الندوه ما غيكونوش هاد المشاكل. فالفين كاين المشكل هو تجاوز القانون والتعسفات والخروقات اللي كتمارس شركه التامين في اداء المستحقات والتعويضات المؤمن لهم. ما بغيتش نقول الحاله ديال عتيق بن شيقر بوحدها هي اشكاليه في حد ذاتها، ربما هاد المره الحاله جات بان واحد الانسان اللي معروف اعلامي مقتدر، يعني رباء اجيال كيعرفوا القريب والبعيد، يعني في المغرب وخارج المغرب، هذه ساعدت ان تبان اشكاليه بالفي ديالها. ولكن اذا كان شي مواطن عادي، كان انسان عادي، شكون عارفوا شنو وقع ليه، كيقول لك التعويضات كيفاش كيبدلوا التعويضات، يعني القيمه ديالهم ما كتاخذهمش حتى الا بغاو يتفاهموا معك على وديا شركه التامين. كيكون عندك بحال دابا ناخذ واحد الحاله، عندك واحد التعويض كيوازي واحد 20% العجز 30% العجز، غيكون عطوك 10% خذوا دابا. الانسان كيطيح في واحد الحاله انه محتاج، يعني عنده اضرار بدنيه ولا ماديه وغيرها، فكيقبل اي حاجه في حين ان حقه هو ياخذ ديك 20 ولا 30% او غيرها. فالحاله اليوم اللي كان الماثله امامنا خصها تدق ناقوس الخطر ديال ما يقع في باقي شرائح المجتمع، لان حتى الهيئه اللي كتراقب القطاع سميتها هيئه مراقبه التامينات والاحتياط الاجتماعي، فخصنا نحتاطوا من ما يقع في المجتمع. التامين ما بقاش الدور ديالو في المغرب حاليا بهذا الشيء اللي غادي فيه، ما بقاش وسائل ضبط واستقرار المجتمع ولا التنميه وغيرها، بل ولا وسائل من وسائل الاقتناء ديال اللوبي شركه التامين على ظهر هذا المجتمع. فاللي كنقولوا اليوم، المساله ما بقاتش مساله غير ديال الهيئه اللي كتراقب القطاع، فجاء الدور ديال المؤسسات الرقابيه ديال الدوله المغربيه، منها مجلس المنافسه، منها رئاسه النيابه العامه، منها محكمه النقد، منها مجلس السلطه القضائيه، منها مجلس الحسابات، منها هيئه النزاهه والمحاربه، مشرعين ديال القانون، اعاده النظر في مجموعه من القوانين. حنا الا غير طبقنا القانون حاليا كنقول لك غنخرجوا منها بزاف ديال المشاكل. بيان سور خصنا نعاودوا نراجعوا، لان كاين واحد المشكل فعلا، التعويضات الحاليه اللي كتعطى للناس فهي تعويضات كترجع للظاهر ديال 1984، في حين الاثمنه اللي كتخلص ديال 2021. فاشنو علاقه تعويض تحدد شحال هذه حد المشرع لا يوازي فعلا حاجيات المستحقات والتعويضات الحقيقيه ديال 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 من 1980، راه تبارك الله 30 سنه. ففي حين انك انت كتادي واجب تامين تنافسي ديال 2021، هذا ابسط المثال اللي خصها تراجع فعلا، ان التعويضات هزيله ما كتلبيش ومع ذلك كيتم تواطؤ ولا الاحتيال عليها امام العداله. وهنا كنلقاو بين ولا الثقافه عندنا، ثقافه عند مسؤولي الشؤون القانونيه في شركه التامين، وحنا كمهنيين هادشي يعانينا منه، كنلقاو الوسطاء ديالنا كيديوهم وكيديروا معاهم دعاوي، واش كظن ان شركه تجاريه مع وكيل ديالها اللي هو الشريك ديالها التجاري متنازعين امام العداله؟ فين هي الصوره التجاريه ديال الشركه؟ فين هو الاحترام ديال ديك الصوره التجاريه؟ ما كايناش. هنا كيبين لك ان كاين خلل كيلكو باغ في وسط
التدبير اليوم هي شركه تامين، وكاين خلل في المراقبه ديال القطاع، وكاين خلل في اعاده تطبيق القانون امام العداله، لان كيصدروا احكام قضائيه اللي هي كتعطي المستحقات الحقيقيه لشركه تامين، علاش هذه الشركه تامين غتمشي للمحكمه؟ علاش؟ بالعكس كتلقى بينها كتعرف بينها هي كتحاول تماطل وتعوض وتعطي تعويض ضعيف مع بنسبة التواطؤ ديال بعض الخبراء القضائيين، وهنا كنتحمل مسؤوليتنا عندنا ملفات ديالهم وعندنا شكايات عليهم، فهنا كنلقاو منظومه كلها خصها نعاودوا ما يقع ونديروا التقييم الحالي لما يقع في قطاع التامين بمجهودات جباره ديال جميع مؤسسات الدوله اللي خصها تكون تساعدنا باش نخرجوا اخر هي توصيه صدرت ديال وسيله الملكه اللي كدات وان هناك مخاطر في قطاع التامين، وكما شرت في الندوه كاين مخاطر بالنسبه للقطاع لا القائمين عليه لا العاملين فيه لا المستفيدين منه، كنعتبروا السي عتيق بن شيكر واحد من المواطنين المستفيدين من التامين، كاين مخاطر حقيقيه وخص الهيئه تفعل جميع التوصيات، هذيك التوصيه الى يومنا هذا ما اعطتها قيمه هيئه مراقبه التامينات، ضربتها عرض الاحائط من ماش من بعد المسؤولين اللي هما اصلا متواطئين في هذه الاختلالات. انا غنمشي معك كسؤال اخير ومشي للاستاذ عتيق بن شيكر، شق انساني انتم كمجتمع مدني، عتيق بن شيكر والعفه ديالو بطبيعه الحال ما يمكنش هو يتكلم في هذا الموضوع، ولكن حنا غنتكلموا فيه. عتيق بن شيكر ضحى بالغالي والنفيس من اجل لصق المواهب مجموعه من البرامج، هذه امور الشعب المغربي عارفها، حاليا التقاعد ديالو بغى تقاعد مريح، تلقى راسه في اشكاليات فيها عمق القانون في بعض الامور، ما هو ايجابي ما هو سلبي، ضحيه اكراهات، يعني الشق الانساني شنو الامور اللي كتشوف الجمعيه خصها الدار باش تامن وتساعد انه يتجاوز هذه المرحله. عتيق بن شيكر لا زال طاقه ممكن يعطي الاجيال الاخرى، ولكن هو شيئا ما متضمر نفسانيا من هذا الوضع. نحن كمجتمع مدني او كصحافه اللي كتنور الراي العام دورنا، لانه عتيق بن شيكر قدر وتمكن انه يبين مجموعه من معاناه المغاربه فيما يخص التامين، ولكن هو حاليا ضحيه. دوركم نتوما كيفاش كتشوفوا اننا نغيروا لما هو احسن على الاقل داك ديك التضحيه ديالو اللي ضحى يكون واحد التقاعد عنده مريح. تفضل. بالنسبه لنا حنا كجمعيه كيف نقول لك بان نهار اسسنا الجمعيه اسسنا على دراسه ديال الواقع ديال قطاع التامين اللي هي حقيقيه وموضوعيه من جميع جوانبها. اولا السي عتيق بن شيكر عانى كان ضحيه ثلاثه المرات، ضحيه ديال عقد ديال التامين اللي ما لبش ليه التعويضات اللي كيستحق، ضحيه ديال شركه ديال التامين اللي ما نفذتش العقد، ضحيه ديال عدم ديال انها كتحتال عليه امام القضاء يعني مره ثالثه. هنا كنقولوا بان احنا قبل ما يكون عنده هذا المشكل خدينا بعين الاعتبار وقلنا في الستاتيو ديالنا في القانون الاساسي التاسيسي ديال الجمعيه ان كندافعوا على المهنه ديالنا في اطار حمايه حقوق المستهلك اللي عرفناها تجاوزات، وحتى الجمعيات ديال المستهلك اللي خصها تدافع حتى هي وتدخل لهذا الاطار هذا وتقوم بالدور ديالها، كنعرفوا بان كاين خبايا في التامين، فاحنا كمهنيين خدينا هذه المبادره حاليا باش نوروا الراي العام باي تجاوزات، وخدينا على الهاجس ديالنا هذه القضيه. لمسنا فيه ذاك الجانب الانساني كنا كنعرفوه في القناه الثانيه عن بعد، يعني حنا كنا كنشوفوه كاعلامي عنده دور كبير في تنوير الراي العام وهذا والوعي والفكر لدى جميع المغاربه، حتى حنا جينا نمدوا له يد ماشي نسمى يد المساعده ولكن التآزر الحقيقي لاعلامي وطني من جانب ديالنا حنا كمؤمنين في هذه البلاد يعني وسطاء تامين، باش نعطوه الحقوق ديالو اللي ربما ما غيكونش عرفها او ما ساعدتوش الوقت انه يتوصل لها، ونوروه بالخبايا والمشاكل اللي كتعاني. حنا السي يوسف قمنا بواحد الدور كبير في المغرب، سنتين ونصف وحنا كنطرحوا في الرباط في مدينه الرباط على جميع المؤسسات، وعطينا ملف لكل مؤسسه، قلت لك من رئاسه النيابه العامه، من محكمات النقد، من برلمان، مشينا اللي كيراسل دابا اسئله كتابيه وشفويه، حطينا الملف عند جيس المنافسه، حطينا هذا في اطار الانشطه بطبيعه الحال اللي انتم مشكورين على هذه الجمعيه. بقى معايا فيما هو خاص، شنو هي الامور اللي كتشوف من الاولويات للدفاع عن حقوق عتيق بن شيكر اللي كتشوفوها انتم كاستراتيجيه الاشتغال في الموضوع؟ حنا اللي نقدروا نقولوا المؤسسه الاولى اللي خصها تقوم بالدور ديالها حاليا ونقدروا نساعدوا فيها هي هيئه مراقبه التامين الحجميه، اللي خصها تقوم بتحقيق بهذه المعطيات اللي كيقول هو كاينه ديال انه عطاته التعويضات ديالو، عطاته المستحقات اللي مهزيله لا توازي حقيقه الامور، وفي الاخر كتحتل عليه باش يرد ليه هو الاموال شركه التامين. شركه التامين ما كتاخذش الاموال عند الناس من التعويضات اللي عطات، كتاخذها من لي بريم داسيرونس من اقساط التامين. الحاله اللي قدام
قدامنا حاله شاده تماما، كيفاش هي تاخذ المستحقات ديهم الكونت ديالها، حتى هذه العمليه المحاسباتيه ما كايناش، فهذا خلل كبير. كاين هذا المشكل هذا، خص الهيئه سوا تقوم بالدور ديالها صوفي على ان الناس خصهم مسؤولين، خصهم يتحاسبوا على الشيء اللي كيديروا، لان الاضرار ماشي غير ديال عاتق ديال جميع المواطنين. سيد الرئيس شكرا لك. مشاهدينا الكرام، غادي نشوف بشكل مختصر استاذ عتيق بن شيقر، من علمني حرفا صرت له عبدا. استاذي الفاضل، سمعتي الجمعيه التآزر ديالهم، الاهتمام ديالهم، الحق المدني بطبيعه الحال نفسانيا انا عارف عتيق بن شيقر ماشي هو هذاك، ولكن شيئا ما كاينه الطمأنينه وكاينه بشرة خير من المستقبل وحب المغاربه لعتيق بشكل كبير. تفضل رايك. السؤال ديالك فيه الجواب. الحمد لله كاين الطمأنينه وكاين السكينه وكاين راحه البال الحمد لله، وكاين الرضا عن النفس، سواء حصل لهذا المشكل في هذا القطاع او حصل المشكل في سياق اخر مختلف. الانسان معرض لاي حادث ممكن يوقع له في الحياه، والحياه دائما مدرسه نتعلم منها عبر وناخذ منها دروس، فهذه عبر خديتها وما زلت اخذ منها. وطبعا السي بوبكري والجمعيه ديالهم يعني اكفأ واكثر قدره على الحديث على هذا الموضوع من زوايا، من عمق الزوايا، لانهم اهل الميدان وعارفين بالخبايا ديالو، فمرافقه ديالهم كانت يعني مهمه جدا بالنسبه لي، وكنطلب منهم باش هذا المسار اللي مشينا ليه مشينا فيه في هذه الندوه الاولى ما تكونش اولى يتيمه، ولكن تكون لها ما يليها ان شاء الله في مناسبات اخرى، نجيبوا ضحايا اخرين ونتكلموا على الوضع ديالهم والواقع ديالهم، وفي نفس الوقت نمد الراي العام الجديد فيما يخص القضيه. وخصنا نصفيو هذه العوالق اللي كتعيق عجله التنميه، لان عوائق مقرفه، عوائق لا تستحق ان تذكر، لانهم يعني نزلوا الى المستنقع، فاولى بهم ان يعني يرتقوا شيئا ويكون تعاملهم بشكل حضاري يليق بمقام الدوله التي ينتمون اليها. كذلك الشان بالنسبه للشركات الاخرى ما كنعمموش، ولكن كاين بعض الحالات اللي يعتون في الارض فسادا، وهذا ما حصل لي مع تلك الشركه ومع قسمها القانوني. ارجو من الله العلي القدير ان ياخذوا يعني يعودوا الى رشدهم، وان يعرفوا بان هذا الوطن فيه رجال، وان هذا الوطن فيه قانون وفيه احترام العداله، وهذا الوطن عنده قائد يرعى كل مصالح الابناء ديالو والرعايه ديالو، وصاحب الجلاله نصره الله امين امين للرعايه ديالو، وانا رعيه، أنا أحد الرعايا ديال هذا الوطن، ولا أتوقع شيئا إلا أن أخذ حقي عاجلا إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك مشاهدينا الكرام، كما تبعتوا معنا في الموضوع أستاذ عتيق بن شيقر، من بين بطبيعة الحال المجال الإعلامي ديالو كان كيشتغل في برنامج مسار، ولا زال يواكب مسار آخر وهو البحث عن إشكاليات القانونية فيما يخص التأمين. مشاهدينا الكرام، لو تم تفعيل مجموعة من الشكايات الخاصة بعتيق في الموضوع، مشاهدينا الكرام سوف نوافيكم دائما بالجديد في الموضوع. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن. شكرا لكم.